سريع والمفرقع قال لك داروا البروجي بعرق كتافكم، وقول يا ساري عاد درت البروجي بعرق مصاصتي بعرق قصدي المفرقع نتيقوك. مس الخير عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لايكات والتعليق والبارتاج، حباب السعاد يبانوا هنا، حباب المجموعه ديالنا يبانوا هنا. لايكات راه ماشي حباب السريعه اللي كيتفرجوا فينا، عطيونا خوتي لي لايك فضلا وليس امرا، وكثروا التعاليق بزاف باش يطلع الفيديو ضد في المجملين وضد في المجملات وضد في اصحاب المنصه الجعواقات اللي كيضربوا يدافعوا عن الباطل. تحيه ليكم كبيره. كما كشتو معنا اليوم وجه القزيبه قزيبه الفيل المدلدل المدلول المفرقع الديوتي خارج فيديو جول سريعه حق غنكتب كلشي السريعه، وهذا الشيء من عرق كتافنا. قال لك قلت يا القويويد كضرب فيه البارا والفاس، سمحوا لي على هذه الكلمه، كنتي كضرب البارا والفاس عرق كتافك، كنتي خدام عليهم كضرب نجيهم حلالا طيبا وباش ما تدك فلوس باش ما تم بمصاصه بناتك بمصاصه السريعه، وكملتي بمصاصتك حتى مصاصه تدرى قد العوده. قال لك حقه ما حقه عرق كتافك السريعه شنو مصاصه عدا وليا فيها شبر فين غادي نوضك المصاصه اصلا. ها الا لاحظتوا في الفيديو اللي حطوا اليوم سيولي ملي وقفت حدا الداسية ايوا الداسية على منها نفس النيفو نفس النيفو تصوروا تخيلوا هي فوق التروطوار الداسية تحت الداسية على منها شو لا سعاد الطاولة والجريدة ويلي عزرة فوق غير ما تحسبش كي راك زرغمينة بحالك وبريس وبريس لرجلين الله يعطيك العذاب امين الله يعطيك العزة ما تدرك غارقة من تلي ودنين واش نقول لك الله يقلع حياك لك كانوا العيالات بحالك الله يقطع البوم الجدر اسمعي اجي نقول لك واحد الكلمه وسير سمعتي ملي قالت لك عرق كتافنا وضربنا في تمارا ما مصاتش كلي عرق في هذيك سير الله يعطيك العز سيري غسلي في طانك اللي قالت لك عرق كتافنا وضربنا عليه تمارا كنتي كتحرتي عليها بنت العريانه وانا عرق مصاد قولي قولي عرق قزيب اللي كيضل يزومي عليها المفرقع دابا ندوزو المعقول اخوتي الواعر خارج المدلدل المبطبط قال لك غادي نكتب كلشي السريعه وماشي حشومات على كتشي راه حرام من جهه الله سبحانه وتعالى تضيع دوك الوليدات مساكن كل ما كان حركه يبقى وليداتك دوك جد ادم وامين تضيعهم باش نكتب كلشي السريعه حق ضد في سعاد انا باش ننتقم من سعاد نكتب كلشي السريعه عاد بالك درتي انجاز كبير زعما درتي شي حاجه واعره غتبان واعره تبقى السعاد ولا شي حاجه راه شوف الحرام كيمشي في الحرام من الاخر داكشي جمعتيه من الحرام راه غادي يمشي في الحرام دابا المشكله غتضيع حتى بناتك لا تجي السريعه داكشي حتى بناتك راه غيضيعوا ما تقولوش ليا غدا ولا بعد غدا راه السريعه غتقول لهم حقه ديالكم هادشي ولا حقه دابا هي داخل ام ديك الفلسفه ديال هادشي الاسره وكنديروا هادشي من اجل اسرتنا والله وكتب لها المفارقع داكشي راه ما تعقل لا على رويده السيل لا على بنته لا عليه هو بيدو غادي تصيفطو راه عارف راسهم غار غادي يغرق يغرق نكتب كلشي السريعه جميع عرق كتافي قال لك لو عرق نقولها قداش جبتي بالعرض ديالك جبتي بالمشاكل ديالك جبتي بالشوهه والفضيحه الله ينعلبوا الفلوس اللي يجيو بالشوهه والفضيحه على الفضيحه ديالكم الله ينعلبوهم وخنز الدنيا الحرام وعايش في الحرام والواعر هذا فيه هو واعر بحال ما كنهضروا عليه بحال راه شي واحد مشهور ولا راه هاد الفضيحه ديالك والشوهه وكتشوهوا بالاسر المغربيه اش من دار انجاز كبير على كتابات شي السريعه وكتبوا لها بوكو سير نش الدبان والله الا شوف هذيك السريعه حامل المشعل هي اللي غتشوطك من القزيبه عارف داك المشهاب راه يعرفوا صحاب العربيه المثال المشهاب اللي كيكون في الكانون غتشدك وتحط لك على القزيبه حتى امك غتكويك من قزيتكم داك المشعل اللي هازه من نهار الاول وانت تقول قلت لك سرك شي بيني وبينك انا بغيت تكتب السريعه باش تكشطك وتزيد داكشي اللي ما داتوش لك سعاد الدرويشه غديروا لك هاد اللف على القرطيطه والله الا سرك راه حرامي تلاقى مع حراميه وما هاد الجوج هي مقطعه مع الدالة تالي لا واريد راك شتوها جات قرصون ولا الاخر ما جاتوش معاها من دارهم جاية عريانة قال لك العرس ديالنا طلع الطوندونس العرس هو العرس بان لي فيه جوج الناس العكوشة وانت سيري عادي واحد الفوطة على وجهها وبناتك كيصوروا هذا هو العرس اللي قال لك درنا عرس واعر وعرس اسطوري وطلع الطوندونس واش كاين شي عرس ما كيكونوش فيه حباب العروسة هذه ما كايناش في التاريخ ما كايناش والقور القور وكيجي ضروري كيكون العائلة مجموعة وداكشي في المناسبات ديالهم وهي عمرها ما تشوف شحال من 9 شهور دابا هي مع الفرقع مش عارفه مقطعه مقطعه الوراق شمكيره ديال الخلا هي راه عاقله على القهره وتمارا اللي دوزت داكشي باغا دير الموسيقي وانت ما مبرين لنا وساقطين عليها ساقطين عليها راه ساقطين عليها دارهم هي مسخوطه نتحداها دير فيديو مع والديها
وناك النهار ملي قال ناقد المنتقدين دارك وما داركم يقول في واحد فيديو قلت ليه المبطبط اش بالك نمشيو للحسيمة حسيمة قال له قلت ما دار كريم كاريين دار الحسيمة كيمشيو تما بالعاني والتبوزيح وهادي وانا الثقافة وانا هادي واللي مثقفة ما كديرش الشهور الفضيحة السريعة اللي مثقفة ما كتاخذش واحد مدلول ديال الخنا ديوتي اللي مثقفة ما كتفكر ديك المرأة المكلومة الأم تقول لها تنهي البنات سيروا رجعوا عندكم سيروا مع عمكم حشم عليكم هادشي اللي كديروا اللي عندكم علاش طلع عليا القاسم طلع عليا اللي عندكم والله القاسم والله كنت بحال سعاد قسما بالله سعاد ديك هادي عزيناك بناتك خرجي وسخطي عليهم صافي سخطي على بابا ما يسواوش حيدي الكبده ولا القنصه ولا الريه الله يرحم لك الوالدين حيدي منك العاطفه وكوني قويه سعاد خاصك تكوني قويه والسعاد بيني وبينكم خاصه الطبيب النفساني ماشي حاجه مريضه ولا شي حاجه انا قلت انا بحال سعاد غنهز واحد المشويطه وغنمشي عندهم للدار غنشبع بناتي ولا مفرقع وسريع نمشي هاي نسالي ونمشي نلقى مكحبيبيس والله شي قلت لي ما لقاو سعاد الدريوي شكون لقاو شي شيطانه وانا ريب بس عليهم تكاشطوا ونمشي ليهم اش اللي هنا لا ما نعاودوش في الترابي لكن هنا طيب ماما خلات على الخلا لكن هنا علم فرقه علم فرقه علم فرقه والله يا بابات نبقى نعطي الفرقه معنا طويله غنطلع عليه عمبو عمبو قطامره طويله خاصو يشوف ايدي بحال قلت تكاشط عيرو تكاشط بوك عندك تيفورمتهم تكاشط والله تكسبت تكاشط من عندك والله مقرده مدلوله ديال الخلا والله الا دار في راسهم الضحك وشو راسهم زمتتكم دوزام اتحيه لدوزام كلنا دوزام وزمتكم اسد يوتيوب يوسف الزروالي اللي حك لي يوسف الزروالي زمتهم والله الا اسد يوتيوب بامتياز زمتكم زمت دي قانونيا ما كاينش داكشي عنده قانوني غيز لكم الدقه ويتقول نحبس الشوهه وعلاش كتقول واحد القضيه يا المفرقع كتقول غنحبس من سعاد وصافي اخر فيديو عليها كتشوف المشاهده طاحت لك دقائق هبطوا لك رجع لسعاد ولكن ادبك شي قانوني سعاد كما قلت لكم ما كملتش الهضره سعاد مسكينه خاصه الطبيب النفساني ماشي حاجه مريضه ولا شي حاجه كما كيقولوا ما مجنونا راه اي واحد كيكون عنده مشاكل خاصو يشوف الطبيب النفساني عادي راه الناس صحاح وكاين الناس اللي لاباس عليهم راه متبعين على الطبيب النفساني كل مره في الشهرين كيمشيو على الطبيب النفساني ولا مره في الشهر عادي تلقى الانساني كتعاود ليه مشاكل كيعطيك نصائح بحال بحال الكيد كيوريك شنو دير هادي كتعاود ليه كترتاح دابا سعاد مسكينه ما كثرت ضغوطات 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 اما انفجرات ومن حقها نشوفوا سعاد انا نعذرها صح ما عجبنيش ديك الخرجه اللي خرجت ولكن ما عندنا ما نديرو لان الانسان الظروف بزاف ضغوطات كتشوف الناس خدامين عندك كيطلعوا لك الادسنس بناتك كيضربوا فيك كتشوفي ضربتي تماره غير هكاك عانيتي بزاف درتي مشاكل بزاف سهرتي الليل بزاف في الاخر التعب ديالك مشى هباء منثورا كنتي كتصرفي على واحد الانسان اللي ما كيستاهلش تضحي على قبلو ضحيتي بالغالي والنفيس ضيعتي شبابك مع داك اللي ما كيستاهلش شتي سعاد واحد القضيه والله طلقي من المفرقه انت من نهارك تزوجي الحمد لله انت احسن من سريعه ب 1000 درجه بنت عائله هذيك راه ما عندهاش العائله انت عندك حبابك عندك عائلتك كنعرفوا الوالدين ديالك الله يعمرها دار عندك خوتك الله يعمرها دار شدي طلق من المفرقع والله تا من نهارك تزوجي وسيري عيشي حياتك باقا صغيره الحمد لله ماشي دفنتي راسك مع المفرقع غتبقى ديما مربوطه بداك المفرقع والمفرقع انت المفرقع لك انت راجل وانت السريعه لك انت امراه يمشي طلق لك سعاد ما يقدرش حيت كيموت على الخنز ديال رجليك يبوسم ليها عم راضيش وحيت كيدخل عليها الاسنس كيستغل فيها نتحداو يطلق سعاد لاله سعاد ولا لك الكلبه يا المدلوله يا الشيطان احبابك يا مقطعه يا الشمكاره الماضي ديالك الاسود راه منشور والخنز ديالك يا غادي ندير لك واحد الفيديو بالخمار وغادي نفكرك واحد الثوره كنتي بادي الخمار راك انت عارفه الاخبار في راسك السريعه اشنو كنتي كديري بالخمار وكتدوري في عينيك الكاميرا شديتك انت والعائله ديالك باش عارفه راسك مسخه وواحد الحربايه وواحد بنت الحرام ما قال لك ربي منين جيتي ولكن خساره والله الا خساره سي بيان دوماج طحتي في سعاد درويشه والله العظيم كنت طحتي شي وحده شلوطيه والله يا امك تبارك امك على الراس ديالك طار تقولك وتوريك هاد الساره كامله ولا التشاطين كامل ديك الطاقه شي داك المشعل كون كان شي وحده اللي هي قاوطه المشعل تخشي لك فقا زيبتك وتوريك المشعل تشوطي به النك ديالك شي بداك المشعل وتوري باباك المشعل كي داير المهم خوتي تحياتي لايكات والتعاليق والبارطاج فضلا ليس امرا ودعوا مع سعاد الله يوقف معاها ربي والله يقويها ان شاء الله والله يبعد عليها هاد التريكه الناقصه وهاد الولاد الحرام اللي ما كيخافوش الله
كيهمهم غير الفلوس الادسنس ويحلبوا الادسنس يحلبوا ناس تغاو بقاو الفلوس فابور ملي كان بابا اخر ريز كان السيد شاب طريق عاد دخلوا شويه الريادات وزاغ. ولكن شوف نهايته قريبه المفرقه القادم شاضم صوت المفرقه. تحياتي لكم اخوتي.